زيت للشعر راني متاكده بلي بزاف منكم ما يعرفوهش. زيت البابر مينت ولا فلفل النعناع، هبال. هذا الزيت من الزيوت اللي تحارب القشره ويساعد على تطويل الشعر، باسكو هذيك البروديه اللي فيه تتغلغل في بصيلات الشعر وتخلي البصيله تفطم. دونك هذا الزيت ممتاز، خلوني نوري لكم طريقه الاستعمال تاعو. ريحته بزاف شابه، يريح كي هيدن شولدرز. هيدن شولدرز شتو هذيك البروديه اللي يعطيها لنا من البابر مينت اويل، يجي زيت خفيف بزاف يعني ما يزيد الشعر ويجي هكذا. دونك انا كيش نستعمله، نفرق شعري كما راكم تشوفوا ونستعمل هكذا ونحك ونكمل كاع شعري بهذا الطريقه، ونقول لكم باللي ما يزيد الشعر. لي مساج مهمين جدا لشعرنا خصوصا اذا حبيناه يطوال. جربوا البابرمينت اويل ولا زيت فلفل النعناع وما راكمش رايحين تندموا.